أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها لهذا اليوم. سلوك عنصري وطلي الرصاص بدهن الخنزير، النازيون الجدد في أوكرانيا، ممارسات معزولة أم عقيدة مدعومة غربيا؟ أفارقة فارون من الحرب يواجهون عنصرية فاقعة عند الحدود الأوكرانية البولندية، هل يحدد لون البشرة أولوية اللجوء؟ الاتحاد الأوروبي يحجب وسائل أعلام روسية وعمالقة مواقع التواصل تحاصرها ماليا، ازدواجية المعايير تحكم حرية التعبير؟ النازيون الجدد. مجددا يطفو المصطلح الذي أرق الذاكرة الأوروبية طويلا على سطح الأحداث. التوجه إلى العسكري في القوات المسلحة الأوكرانية. لا تدع النازيين الجدد يستخدمون أطفالك وزوجتك وكبار السن كدروع بشرية. استولوا على السلطة. يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة إلينا أن نتوصل إلى اتفاق معكم أكثر من عصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهينة. تصريح بوتين هذا مشاهدينا الذي واجه انتقادات غربية وضعته في إطار الترويج للعملية العسكرية الروسية، سرعان ما بدأت دلالاته تترجم على الأرض. تمييز واسع واجهه المهاجرون الهاربون من الحرب ولا سيما على الحدود مع بولندا. والتعامل زي الحيوانات هنا، تمام؟ بيقعدوهم وكل شوية يرجعوهم وشتيمة وقلة أدب. فاللي جاي على حدود بولندا يبقى عارف هو جاي فين من قبل ما يجي. احنا قاعدين والاوكران بيجي لهم اكل والتعامل، هم بني ادمين احنا حيوانات. الكتائب الطوعيه التي اجتذبتها كييف ذات سجل حافل وثقت بعضه منظمه العفو الدوليه منذ العام 2014، كما رصدت موسكو جانبا اخر من اعتداءاتهم على متظاهرين وصحفيين وغيرهم. ولعل إحراق مبنى النقابات في أوديسا قبل 8 أعوام ومقتل 10 من رافضي الانقلاب في حينه خير شاهد على ذلك. الأمر يتخطى أوكرانيا ليصل أوروبا. في هذا الإطار برز إعلان مفوضية حقوق الإنسان في روسيا أن بعض الجامعات الأوروبية طردت طلابا روسا بعد بدء العملية. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين. أولا، من هم النازيون الجدد في أوكرانيا وأي عقيدة يحملون؟ وثانيا، لماذا يدعم الغرب الممارسات العنصرية في أوكرانيا؟ أسئلة نطرحها على ضيف المشهد الساخن لليوم الخبير في الشؤون الروسية الأستاذ بسام البني، هو معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. أستاذ بسام أهلا بك معنا. إذن الرئيس بوتين في أكثر من مناسبة ذكر النازيين الجدد، كان آخر مرة ذكر فيها هذه العبارة في اتصاله مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من هم هؤلاء؟ النازيين الجدد لماذا يعني ليش سموه النازيين الجدد؟ لأنه هذول ليسوا أبناء اليوم، هؤلاء لهم تاريخ ولهم آباء وأجداد كانوا خونة الحرب العالمية الثانية، خونة الاتحاد السوفيتي الذين انضموا إلى النازية الهتلرية التي غزت الاتحاد السوفيتي، وقد فظعوا وعملوا العمائل في أهل الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت. لقد قتلوا النساء، بقروا بطون الأطفال، كسروا أضلاعهم، حرقوا الناس أحياء. كل هذا السرد التاريخي أنا أقوله اليوم لأنني أريد أن أقرن الماضي في الحاضر. هؤلاء النازيون كانوا على أقصى درجات من القسوة، لم يرحموا أحد، كانوا أقصى من يعني تجاوزوا النازيين أنفسهم بقسوتهم. كيف؟ لذلك أذكر منهم كيف، لأنهم كانوا يأتوا إلى القرية يحرقوا أهلها، وعندما يحاول أحدهم الخروج أو الهروب من المنزل كانوا يضربوه بالعصي حتى يقتلوه وهو محروقا. هؤلاء النازيين الجدد كرروا اليوم ما فعله أجدادهم في أوديسا بعام 2014 عندما خرجت المظاهرات ترفض الانقلاب المسلح ضد السلطة الشرعية في كييف. خرجوا بمظاهرات ضد هؤلاء لأنهم لا يريدون الانقلاب، فما كان منهم إلا أن هاجموهم، فعندما اختبأوا في نقابة العمال أحرقوا المبنى وكل من أراد أن يخرج
ضربوه حتى الموت، ومنهم من أطلق عليهم من أطلقوا عليه النار وهو خارج من النيران التي تشتعل في هذا المبنى. طيب أستاذ بسام، عفوا، ولكن من يعتقلوه؟ أنت الآن يعني تتحدث عن أمور أيضا موثقة، روسيا وثقتها، حتى يعني طبعا هناك منظمات دولية وثقتها، ولكن هؤلاء من يمثلون؟ يعني هل لهم مثلا تمثيل في السلطة الأوكرانية الحالية؟ من هو ممثلهم في السلطة الأوكرانية؟ وما مدى انتشارهم أيضا في أوكرانيا؟ هؤلاء يتحكمون بالسلطة في أوكرانيا، لأن كل طبعا هم يحكمون الشارع اليوم، لهم مسيرات المشاعل النازية وشعارات النازية ضعوها على أكتافهم، وكل هذه الأمور هم إذا أخذ على سبيل المثال رئيس الدولة المنتخب مثل زيلينسكي مثلا، انتخبوا الأغلبية التي تريد حالة طبيعية مع روسيا، انتخبوه لأنه قال أنا مستعد أن أجسي على ركبي من أجل وقف الحرب في الدونباس. ماذا كانت النتيجة؟ لم يوفي بأي وعد من وعوده، لأنه عندما حاول أن يفي بوعد من وعوده جاءوا إليه إلى مكتب الرئاسة وهددوه، وقفوا حول المبنى فتراجع وبدأ العد التنازلي. اليوم النازيون الجدد مختطفون لأوكرانيا وللشعب الأوكراني كرهائن بشرية، أخذوا أوكرانيا كرهينة من أجل تنفيذ مشروعهم. ولكن أستاذ بسام، البعض يقول أنه الرئيس فلاديمير بوتين، الرهاب الروسي، بعض يقول أنه الرئيس فلاديمير بوتين، يعني بعض الإعلام الغربي وحتى أيضا مسؤولين غربيين يقولون بأنه يتحدث عن هذه أو عن هذا المصطلح لأنه يريد أن يبرر الحرب على أوكرانيا أو هذه العملية العسكرية الروسية الخاصة. كيف ترد على من يقول هذا الكلام؟ يا أخي، الرئيس بوتين 8 سنوات من الأزمة في أوكرانيا وهو يصبر ويصبر ويصبر. هاجموا منطقة الدونباس، لم يتباكى الغرب المتحضر على أهل الدونباس 8 سنوات والقصف شغال عليهم عمال على بطال، لم يتباكى الغرب. اليوم عندما دخلت روسيا لحماية مواطنيها والناطقين بالروسية والذين يعتزون بتاريخهم وبالحرب الوطنية العظمى الروسية، أصبح الغرب كله يقول أن روسيا إمبراطورية للشر. إذا كانت روسيا إمبراطورية للشر فهم إمبراطورية الكذب كما وصفهم اليوم الرئيس الروسي عندما تحدث مع ماكرون. يقولون لك أن روسيا إمبراطورية الشر. يا أخي، روسيا من احتلت؟ على من اعتدت؟ الناتو اقتدم إلى حدودها يهددها، يريدون يخططون أن يضربوا ضربة استباقية لروسيا. لم يبقى لروسيا من مجال إلا أن تهاجم، إلا أن تفكك هذه النازية وتجتثها من جذورها. وكانت الأهداف المعلنة للحملة العسكرية الروسية 3 أمور مهمة: تحييد أوكرانيا، اجتساس الناسية وتفكيكها، وتحييد الجيش. هذه هي المهمة التي أعلن عنها الرئيس بوتين، وهي ماضية حتى النهاية. على كل حال سنعود لنكمل معك هذا الحوار أستاذ بسام، لنتحدث أيضا أكثر عن هؤلاء النازيون الجدد، وإذا ما كانوا فقط ينتشرون اليوم في أوكرانيا، أم أنه لا، للأسف يبدو أن هناك تيار على مستوى أوروبا استنادا إلى ما يحصل اليوم من تمييز عنصري. ولكن قبل ذلك مشاهدينا، وسائل التواصل الاجتماعي مثلت ميدانا استغله النازيون الجدد لبث رسائلهم. هذه الوسائل ضجت بالتعليقات المنددة بفيديو نشره الحساب الرسمي، نكرر، الحساب الرسمي لحرس الحدود الأوكراني، يظهر مسلحين أوكرانيين يطلون الرصاص بشحم الخنزير لمواجهة القوات الشيشانية قبل أن يحذف الموقع الأزرق التغريدة. الناشط إياد الحمود قال، يعني تعليقا مشاهدينا على هذا الفيديو، قال الناشط إياد الحمود إن هذه التغريدة قد تكون أكثر تغريدة عنصرية ستراها في حياتك، فهي من حساب رسمي موثق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد طلي الرصاص بشحم الخنزير لقتال قوات رئيس الشيشان وجنوده المسلمين. حساب آخر بعنوان أخ أتى في هذا الحساب ورأى أن التغريدة تكشف واقعا أوكرانيا ألعن وأوقح مما تتوقعون. سعاد السعدي غردت ويبغون نتعاطف معاهم، أقسم بالله حثالة، هكذا غردت سعاد. أما بن علي من القدس وهذا حسابه، أي حد يشوف هذه التغريدة يدخل حسابهم ويعمل ريبورت وبلوك، ناس ما تستاهل التعاطف معهم. من جهته رأى أحمد أن التعاطف تجاه أوكرانيا بدأ بالتراجع بعد هذه التغريدة تحديدا. إذن أستاذ بسام، يعني
ما رأيناه قبل قليل لافت جدا، يعني طلي الرصاص بشحم الخنازير وكأنه يعني أمور قد لا تخطر على بال أحد، حتى صلب أحد الجنود الروس، يعني رأينا صلب أحد الجنود الروس وإعدامه بطريقة بشعة للغاية. كيف نفسر هذه الظاهرة، أو لا أريد أن أسميها ظاهرة، ولكن كيف نفسر هذه الممارسات ونحن نعيش في هذا القرن؟ يعني من يرفع شعار أو أن بطله القومي بانديرا الخائن البولندي الذي حارب إلى الجانب النازية في الحرب العالمية الثانية ستتوقع منه أكثر من ذلك. هم يعتبرونه بطلهم القومي ويغيرون أسماء الشوارع في كييف لاسم بانديرا، يزيلون تماثيل لينين الذي هو مهندس ومخترع دولة اسمها أوكرانيا ويضعون بدلا عنه بانديرا. هم يذلون المواطنين الذين يعتزون بأصولهم السوفيتية وبتاريخهم السوفيتي المشرف الذي انتصر على النازية بالحرب العالمية الثانية. فهل تتوقع منهم يعني أن يكونوا نبلاء مثلا؟ هذا أقل ما يمكن أن يقوموا به من مثل دهن هذه الرصاصات بشحم الخنزير أو غيره. صدقني هؤلاء النازيون إن ما واجهوا جيش قديرة سيترتعد ركبهم ويعملوها تحتهم. يعني أنا آسف على التعبير، ما لقيت غير تعبير، ما لقيت غير تعبير. يعني عندما سيدخل أستاذ بسام، فقط لأنه نستفيد من الدقائق القليلة المتبقية، كان لافت أيضا ما تم الكشف عنه من طرد للطلاب الروس من جامعات أوروبية، ويعني هذه أيضا عنصرية مفرطة على ما يبدو من بعض الدول الأوروبية. هل هذا يعني، وأيضا بالتأكيد تبعت وسائل إعلام متعاطية مع هذا الملف، هل هذا يعني أنه نحن أمام ظاهرة اليوم في أوروبا، تيار في أوروبا يتبنى نفس الأفكار ولديه هذه العنصرية المفرطة؟ بكل تأكيد، لأن فتح التطوع لمحاربة ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية بدعوة من الرئيس الأوكراني للمتطوعين الذين يريدون القدوم إلى روسيا من أجل إلى أوكرانيا من أجل محاربة روسيا، هو يدعو المتطرفين الإفراج عن النازيين الأكثر قسوة الذين هم نفسهم في أوكرانيا سجنوهم، الإفراج عنهم وإرسالهم إلى الحرب كي يشتروا يعني ذنبهم بالدماء كما قال. فهذا هو النازية بحد عينه، هذا هو الانحطاط بحد عينه. يعني ماذا تريد من هؤلاء؟ إذا كان رئيسهم فنان أصبح بعد يعني سنتين من حكمه ملياردير بالدولار، ماذا تريد منه أن يفعل؟ نعم. هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عينت له حراسة أمريكية وزالت وأبعدت الحراسة الأوكرانية؟ هل تعلم لماذا؟ لأن أمريكا تريد لروسيا أن تكون على خاصرتها حرب دموية طويلة الأمد. نعم. هذا الاستقبال للاجئين والتمييز العنصري هو بسبب السياسة الناعمة من أجل ما بعد أن تفرض روسيا الحل في أوكرانيا. نعم. وتكون أوكرانيا دولة محايدة من أجل أن يتحكموا بالانتخابات. شكرا. ويأتوا بشكل موالي للغرب. شكرا جزيلا لك أستاذ بسام البني الخبير بالشؤون الروسية، حدثتنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. مشهد اليوم مشاهدين غير بعيد عن المشهد الساخن، فقد ضجت وسائل التواصل بمشاهد نازحين أفارقة جرى التعامل معهم بتمييز على الحدود الأوكرانية البولندية ومنعوا من المغادرة فيما سمح لآخرين أوكرانيين بذلك، وسط تساؤلات منها هل يحدد لون البشرة أولوية اللجوء؟ نشاهد. يعني للأسف الشديد شديد مشاهدينا، هذه المشاهد يندى لها الجبين وهذا التمييز العنصري الغير مسبوق. فاصل ونعود قمة. باطراد تصاعدت الخطوات الغربية ضد الإعلام الروسي منذ ما قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، فرضت بعض الدول الأوروبية قيوداً على وسائل الإعلام الروسية، قيود
توسع أو توسع إطارها قانونيا وجغرافيا منذ بدء العملية، وسط تساؤلات متزايدة عن شعار حرية التعبير الذي ترفعه القارة العجوز. عن هذا الموضوع مشاهدينا سنسأل نائبة رئيس موقع وراديو سبوتنيك السيدة تاتيانا كوخاريفا، هي معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. أهلا بك معنا سيدة تاتيانا. قبل أن نبدأ معك هذا الحوار نتعرف أكثر إلى الخطوات التي اتخذت ضد الإعلام الروسي. سيدة تاتيانا أهلا بك معنا من جديد، ونحن بداية نوجه لكم التحية، ونحن بكل وضوح متضامنون معكم بمواجهة مثل هكذا حملة تسعى إلى تغييب الإعلام وخنق الصوت الآخر من قبل هذه الدول التي اليوم تقوم بهذه الإجراءات. بداية، ما هي الأدوات التي يتم استخدامها اليوم للتضييق على الإعلام الروسي، وكيف تتم هذه العملية، وما هي وسائل الإعلام التي تتعرض اليوم للتضييق؟ Good evening to you too. Well, obviously we're talking first and foremost about two Russian outlets. بالطبع نتحدث بشكل أساسي عن وسيلتين إعلاميتين أساسيتين تنطقان باللغة الأجنبية، روسيا اليوم RT وسبوتنيك على التوالي. لسوء الحظ لا يسعفنا الوقت لكي نتحدث عن كل المصاعب والمآسي التي عانها العاملون في RT الزملاء الكرام، لأنها بالطبع من الوسائل التي اضطرت أن تواجه مصيرها بشكل منعزل. وبالنسبة إلى سبوتنيك بشكل أساسي، واجهنا حملة اعتداءات مستمرة ومكثفة عبر الفضاء السبراني مستمرة منذ 48 ساعة، وقد رأينا كيف أن موقع تاسك وقد وضعتم شعار الوسيلة على الشاشة قد تعرض كذلك إلى اعتداء من جانب الاعتداء المعتدين السبرانيين. لكن بشكل أساسي لا شك في أننا نواجه ضغطا كبيرا بالنسبة إلى الهيئات الناظمة الغربية، لا سيما الشركات الكبرى تحديدا مثل جوجل، وذلك منذ فترة طويلة، حيث أنه قد جرى تخفيض تصنيفنا على مستوى نتائج محركات البحث. فإذا ما أردتم أن تبحثوا عنا مثلا، لا سيما إذا ما بحثتم في اللغة الإنجليزية، سيصعب عليكم أن تجدونا. فمن الأسهل بالطبع أن يتحكموا بالخوارزميات في اللغة الإنجليزية بالطبع. لكن الضغوط بصورة عامة كانت كبرى، لكن بالطبع مؤخرا وعلى ضوء التصريحات التي صدرت عن القادة الأوروبيين، لابد لنا لأن نرى ما الذي تخبئه لنا الأيام أكثر من ذلك. فبالنسبة إلى شبكة سبوتنيك على سبيل المثال، يمكنهم أن يخفضوا من تصنيفها، يمكنهم أن يقيدوا تواجدها وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لأننا نتحدث عن شركات مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب وغيرها تسيطر بالخوارزميات التي تسير مواقعها. لكن بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية، صراحة كنت مصدومة حيال هذا الإعلان الذي صدر، والأمر هو أشبه بحظر الإنترنت. فحتى لو قاموا مثلا بتعطيل موقع في بلد ما، يمكن الوصول إلى هذا الموقع عبر برمجيات مثل VPN للالتفاف على هذا الحظر. لذلك أنا لازلت صراحة في انتظار القادة ليتحدثوا أكثر عن هذه الإجراءات. ولكن سيدة تاتيانا، عندما اتخذوا هذه الإجراءات تحت أي ذريعة اتخذوها؟ يعني ماذا قالوا لهذه الجهات الإعلامية؟ نحن نحضركم من أجل ماذا؟ ما هي الحجة وراء ذلك؟ Well, obviously, it's, you know, it's the continuation of the
بالطبع يندرج ذلك في سياق الحملة المستمرة المعادية لروسيا التي أطلقها، فنحن نشهد على شعور متنام ضد روسيا نتيجة الأزمة التي تنكشف روحها في أوكرانيا. لا شك في أنه يوم مؤسف ومحزن عندما نرى أحدهم يتخذ إجراءات كهذه ضد الإعلام تحديدا. وأحدثكم من منطلق السنوات التي أمضيتها وأن أعمل في القطاع الإعلامي، لا شك في أن ما حصل شكل خبرا كارثيا وصادما جدا بالنسبة إلي، نظرا لتردي الأوضاع ونحن نشهد على قدر هائل من المعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكات المختلفة التي لا تقوم بتصفية وترشيح المحتوى الذي يسوق ضد روسيا، لكنها تقوم بالطبع بتعطيل المحتوى الذي يصدر من روسيا. فنشهد على أزمة يتم تغطيتها بعين واحدة من جهة واحدة بصورة حصرية، وهذا أمر مقلق جدا بالنسبة إلى حرية الصحافة، بالنسبة إلى حرية التعبير بالطبع. لكن بصورة عامة نحن نشهد على رقابة عالمية تفرض على المواقع كافة. يعني رقابة عالمية تفرض اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل إعلام روسية في وقت أوروبا والدول الغربية تتحدث عن حرية الرأي وحرية الإعلام المطلقة، ولكن ماذا عن البدائل أيضا سيدة تاتيانا؟ هل لديكم خطة أيضا لمواجهة مثل هكذا حظر على غرار الخطط التي وضعتها روسيا على المستوى أيضا الاقتصادي لمواجهة العقوبات؟ Oh, I do believe that, you know, look, for if we speak about Sputnik, we're going to be working regardless. تحدثنا عن شبكة سبوتنيك، سنواصل عملنا بغض النظر عن الإجراءات والقيود، سنواجه ذلك. لا يمكنهم بكل بساطة أن يعطلوا الإنترنت. وحتى أننا نرى أن إتاحة المواقع عبر خاصية في بي أن للالتفاف على الحظر هو امتياز حقيقي، لأنه يعني أن الناس فعلا توقون للوصول إلى هذه الشبكات. فندعو الناس إلى البحث عن مواقعنا وتقصي عن حقائق الأمور، فهو أمر مذهل بالفعل عندما نرى أزمة تتطور أحداثها وكل وسائل الإعلام على وجه المعمورة تقوم بتقديم تغطية من زاوية واحدة وتروج الأخبار الكاذبة والمضللة، فيما نحن في سبوتنيك ملتزمون أولا بأن نوصل إلى الناس المعلومات التي نحن يمكننا أن نقول أننا ندعمها نصادق عليها. فقد تحققنا منها على ضوء كل الأخبار الكاذبة التي تصدر من أوكرانيا بشكل هائل. لا يمكنكم أن تتخيلوا قدر الصور والفيديوهات التي يتم فبركتها والتسويق لها بهذا الشكل الكاذب. سنواصل العمل بالطبع لكي نقوم بتقديم خدماتنا إلى الجميع، إلى كل شخص ومتابع يمكنه أن يكون مهتما بالحصول على هذه المعلومات الحقيقية والحصول على المواقع التي ليست دوما محظورة من جانب الإعلام الغربي. وأعتقد أن زملائنا في أرتيسا يقومون بالأمر نفسه. يعني هذه الدول حضرتكم سيدة تاتيانا لأنها لا تريد أن تسمع وجهة النظر الحقيقية التي تجسدونها أنتم. بالطبع هذا مؤكد، أعرف أنهم بالطبع غير مهتمين بالإصغاء إلى القصة التي سنقدمها لهم. فهو تصوير حقيقي للواقع، وأنا كشخص محترف يعمل في الإعلام شاهدت وتابعت آلاف ساعات البث بشأن الأزمة في أوكرانيا. الصور التي تظهر على الشاشة نصفها على الأقل لم يتم التحقق من مصادرها ولا من خلفياتها. تقوم وسائل الإعلام هذه بأخذها من مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالترويج لها، فيما أنا أعرف كما تعرفون جميعا أن ذلك يندرج في سياق مسؤوليات الصحفي المحترم الذي لابد وأن يقدم تغطية متوازنة ومتزنة. لكن الآن ما عادت المسألة مسألة توازن على الإطلاق، حيث أننا نشهد على شن حملة إعلامية هائلة مدعومة من أوكرانيا ومن الحلفاء الغربيين لأوكرانيا، ومن الصعب جدا أن نعمل في ظروف كهذه في مواجهة هذا الموج العارم. حتى بالنسبة إلى المواطن العادي والذي يرغب بالحصول على وجهة نظر متزنة، قد يجد نفسه في الوقت حيث يكون مضطرا أن يصادق ما يقال له. لقد واجهت نائبا منذ بضع ساعات، نائبا أوكرانيا على الشاشة رفع سلاح الكلاشنكوف في وجهي. هل تصدقون ذلك؟ يعني نتمنى لكم كل التوفيق سيدة تاتيانا كوخاريفا لتواجهوا أيضا هذا الحظر وهذه العقوبات المفروضة أيضا على الإعلام الروسي. كنت معنا مباشرة.
مباشرة من موسكو. كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم في المشهدية. بهذا مشاهدينا تكون المشهدية قد اكتملت لهذه الليلة. دائما زوروا صفحات المشهدية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام للمزيد من الأخبار والتقارير لمتابعة آخر التطورات لحظة بلحظة. زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.